تراهم يوميا في مختلف الشوارع التونسية، نساء، رجال، مسنون، خاصة في الشوارع الرئيسية أمام المساجد وفي الأماكن العمومية، يمدون أيديهم طلبا للعون والمساعدة. ومع تنامي الشعور الديني والخيرية لدى المواطنين خلال شهر رمضان، يتنامى عدد المتسولين. ورغم غياب إحصائيات رسمية حول عدد المتسولين، إلا أنه أصبح واضحاً للجميع تفشي ظاهرة التسول في المجتمع التونسي خلال هذا الشهر الكريم. كثرة برشا، كثرة على الأخر، في الليمترو، في المادة، في ناج، في كوشة، في أي بلاصة معناها تلقاها. موجودين برشا، موجودين المتسولين، موجودين ياسر في تونس، شيء حشم في البلاد. ولا شيء حشم في البلاد، عمري ما ريتها من الثورة التوبة، عمري ما ريتها العباد الثورة المتساويين في الشارع ياسر موجودين ياسر. أنا حسب نظريا حاجات هذية قاعدين عاملينها كالشبكات، كل واحد يطلب والآخرين معناتها بخمارهم ونحات خمارها، وكل واحد كيفاش نشوفه معناتها حاجة شركات عاملينها. لا، فاقمة ياسر في البلاد وظاهرة مش باهي لتونس بصفة عامة، كتونس كبلاد هذوما فما ناس تقبل عليهم متمكنين في حياتهم وعندهم يجزيهم وعندهم ياكل كل شيء، لكن على غالب يتسول، على غالب على غالب كان تمشي هذوما تشوف المتسولين تشوفهم شبليهم في ديارهم وفيلات نتاعهم تقعد بها. هذا تسول شيء كبير، كل متسول تونسي كل ولي تسول، مرأة وراجل حتى اللي عنده ولي تسول كلها تمد في ديه كلها تطلب. ولات خدمة معناها تسول توا ولا خدمة معناها، فهمت؟ عباد ما عادش تخدم تخرج تتسول، معناها تقعد في الشارع تتسول، تسولوا برشا فلوس، أكثر عباد تسول فلوس ومتسولين. وبرغم كثرة التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة التسول والاتجار بالبشر، إلا أن الحكومة التونسية باتت عاجزة عن التصدي لأعداد المتسولين الذين يبحثون عن الربح السهل والوفير عبر استنجاد المارة واستعطاف جيوبهم وفق عدد من المراقبين.